في خلال لقاء مع رعية مار أنطونيوس الكبير في منطقة فور ريفر الأمريكية، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن اللبنانيين يشكلون عائلة واحدة كالفسيفساء، داعيا السياسيين إلى قراءة ما في عيون الشعب. الراعي وإذ شدد على وجوب وقف لغة التخوين، ذكر كيف استقبله المسلمون في مناطقهم. الأمهات المسلمين هل هن حاجبين؟ تجي وبتحمل ابنها وبتقول لي يا سيدنا بارك لابني. انا قلت يا جماعه هذا الشعب اللبناني، تعالوا نقرا الشعب مش نقرا سياسه. لبنان مش كله سياسه، في كمان انسان. فينا نضم نقرا قراءه تجزئه، هودي ضدنا وهودي معنا، هودي مش معنا، هودي كلهم مخونه، هودي كلهم ارتبطين. هيدا هاللغة ما بقت تمشي اليوم بلبنان. رئيس الكنيسة المارونية أكد وجوب بناء عقد اجتماعي جديد. نحن بحاجة اليوم أنه نبطل كسياسيين نتعاطى عبر المزياع ونخون بعضنا ونكذب بعضنا ونكفر بعضنا. نحن بدنا رجالات عندها الشجاعة تقعد على طاولة العيون بالعيون، نطرح كل قضايانا ونبني عقد اجتماعي جديد بيتجدد فيه ميثاقنا الوطني. هذا وأمل الراعي على الأحزاب تغيير أسمائها والبدء بالعمل السياسي من جديد، لافتا إلى أنه في الدول التي تشهد حروبا طويلة كما حصل في لبنان يتم تغيير أسماء الأحزاب للبدء من جديد، لأن الاسم ربما يلزمهم بتفكير معين.